بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد أهلا بكم اليوم احنا هنتناول examples of uh, chapter 1 طبعا chapter 1 زي ما قلنا كان بتناول الفيزيكال كوانتز and vectors الكميات الفيزيائية والمتجات لو خدنا مثال بهذا السو... بهذه الصورة if row of density of water row row density of water تمام هذه الرو تساوي 1 جرام بير سنتيمتر مكعب find SI unit find it in SI unit طبعا اليونت اس اي يونت دي عباره عن النظام العالمي للوحدات ده مثال زي كده مثال بسيط جدا وسهل ازاي مثال زي كده احنا نحله اف رو اوف ووتر بتساوي 1 جرام بير سنتيمتر مكعب اذا كانت كثافه الميه 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب فايند ات وجدها في النظام العالمي للوحدات نظام العالم الوحدات لو احنا لو احنا فاكرين كان عباره عن ايه؟ نظام الوحدات كان عباره عن المتر المتر المسافه الكيلو جرام للكتله والثانيه للزمن ازاي نحل ذا دنسيتي هتبقى رو ده سوليوشن على طول اهو السوليوشن ده بتاعنا هيساوي رو تساوي واحد جرام بير سنتيمتر سكوير هتساوي عشان نحول من جرام لكيلو جرام لان انا لازم عشان تبقى في نز... في في ان اس اي يونت يبقى الجرام يبقى كيلو جرام وسنتي يبقى متر طب من جرام لكيلو جرام يبقى نضرب في 10 اس سالب 3 كيلو جرام هي وعشان نحول من ال... من السنتي متر مكعب للمتر مكعب يبقى ده هنضرب واحد هنا واحد في 10 سالب 3 ودي 1 في 10 10 تو ذا باور اوف ماينس 6 متر مكعب لما احنا في الاخر دي نختصرها خالص هتبقى 10 to the power of minus 3 على 10 to the power of minus 6 كده دي تطلع يبقى 10 to the power of minus 3 مضروبة في 10 to the power of plus 6 طبعا هتطلع في المقاعد تطلع في الباص ضرب الأسس جمع يبقى دي عبارة عن 10 to the power of plus 3 كيلو جرام لكل متر مكعب يبقى دي الوحدة بتاعت 1000 كيلو جرام يبقى كثافة المية 1000 كيلو جرام. لسنتيمتر مكعب لو خدنا مثال اخر solid piece of lead has mass of 23.94 جرام يبقى ده ده مثال جديد اهو ده مثال نمبر 1 مثال نمبر 2 solid piece of lead يعني قطعه صلبه من الرصاص كتلتها ادي الـ m تساوي 23.94 جرام جرام هو جرام طبعا جي على طول تمام هنا جرام دايما جه نخلي بالنا من الكلام ده يعني الواحد بيبقى ايه يخليها جي ام او لا جي جاضه جي جرام لكن الكيلو جرام كيلو جرام تمام كي سمول وجي سمول اه هنا عندنا احنا الكتله بتاعتها دي عباره عن 23.94 او 94 جرام والفوليوم والفي فوليوم الفوليوم بكام 2.1، سنتيمتر مكعب دي, أب دي خلاص ده يبقى حجم الحجم بتاع قطعه الرصاص وكتلته Calculate ذا دنسيتي ان اس اي يونت يبقى عايز الرو ان اس SI. اي نحلها ازاي سوليوشن بقى بتاعتها ازاي بسيطه جدا الرو تساوي كتله على حجم هي ام على في خدنا القانون ده سهله جدا الكتله عباره عن 23.94 والحجم 2.1 في هذه الحالة تساوي لما نحسبها بالهذا يبقى 11.4 جرام لكل لكل سنتيمتر مكعب طب وحدتها بالاس اي يونت يعني عايزينها بالمتر وكيلو جرام لما نعملها هنضرب في 10 اس 3 فوق يبقى 11.49 في 10 اس 3 عشان احول من من الجرام لكيلو جرام على تمام 10 اس 10 to the power of minus 6 في الاخر خالص دي هتبقى 11. .2. فور مضروبة في 10 to the power of plus 3 كيلو جرام لكل متر مكعب دي وحدتها دي عبارة عن الوحدة بالكيلو جرام طبعا احنا برضو خدنا الفيكتورز وقلنا ان الفيكتورز ده عبارة عن مثلا سكيلر فيكت كوانتز الكميات القياسية في منها ال الكميات القياسية زي مين؟ زي الماس زي الاريا زي الفوليوم زي الدنسيتي زي الدستنس، زي الانرجي زي الورد زي التايم زي البريشر دي كلها عباره عن سكيلر كوانتي سكيلر كوانتي يعني عشان نحددها محتاج فقط اونلي ماجنيتيود في الفيكتور كوانتس هاز ماجنيتيود اند دايركشن هاز ماجنيتيود اند دايركشن سكيلر كوانتي ذات از هاز اونلي ماجنيتيود هاز دايركشن هاز ما لهاش اتجاه لكن الفيكتور كوانتي هاز ماجنيتيود اند دايركشن زي مين زي الفيلوسيتي زي الاكسلريشن زي الفورس زي الويت زي التورك اللي هو العزم زي الديسبيسمنت الازاحه طبعا احنا هناخد بعض برضو المسائل المهمه على الفيكتورز المسائل دي مثلا مثال زي عندي فايند ذا كومبوننت اوف ذا فيكتورز اي اند بي الموضحين في الشكل ده انا عندي شكل ده يبقى اكزامبل نمبر 3 عندي شكل بهذا الشكل كده اكس ادي محور اكس وادي محور واي عندي المركبه الفيكتور كومبوننت دي الفيكتور اي ادي اي تمام بتميل بزاويه 30 على الهوريزونتال اكسس على المحور الافقي عايزين الـ AX بتاعتها والاي AY والاي A اللي هي الماجنتيود اوف A تساوي 2 2 نفس الكلام للـ B ادي الـ X لكن الـ B موجودة في المربع الرابع ده اتجاه الـ B اهو والبي B بتساوي 3 3 وتميل برضو على هنا على المحور الافقي 45 دري بتساوي 3 ده موجب X وده ناينس Y همم موجب إكس ده ماينس واي. طبعا معروف إن الـ إيه، ناخد مثلا الأولانية، الـ إيه لها مركبتين، مركبة في اتجاه إكس يبقى إيه إكس، ها؟ مركبة في اتجاه واي هي الـ واي. خدنا الكلام ده وعرفناه، يبقى الـ إكس عبارة عن إيه؟ الـ إكس عبارة عن الـ إي كوساين سيت. الـ إي بكم؟ بـ 2، أهي مدهانة في المسألة. طب وكوساين هتبقى كوساين 30. كوساين 30. لأن الـ A بيميل بزاوية مقدارها 30 على المحور الأوفر. لما نحو... لما نعوضها كده ونعوض ونحسب وكالكوليتها كالكوليت ات 1.73 ده عباره عن الاي اكس مقدار ماجنتيود الاي واي نفس الكلام بس الاي واي عباره عن مركبه العموديه يعني الاي للاكس يبقى ايه ساين سيتا يبقى 2 ساين 30 ده عباره عن طول بيساوي 1 لان ساين 30 بنص فنص في 2 هاف تايمز 2 ب 1 طب بالنسبه لل... بالنسبه للبي بقى لمركبه بي البي اكس تساوي على طول بي كوزاين دايما مركبه الاكس كوزاين كوزاين سيتا لان دي مركبه هتبقى في اتجاه اكس والبي ب زي ما كان هو موضح في الشكل وكوزاين هتبقى كوزاين خمسة واربعين لما نحسبها بالاله هتبقى 2.12 طب بي واي سهله برضو بي ساين سيتا يبقى 3 ساين 45 هتساوي كام؟ تساوي so 2.12 هي نفس القيمه، هتبقى ايه؟ لان ساين وكوسين ساين 30 وساين وكوزاين 30 يعني ساين 45 اسف وكوزاين 45 لهم نفس القيمه. اه يبقى دي مسائل بسيطه جدا وحلها في منتهى البساطه تمام؟ وحلها في منتهى البساطه، هنكمل المره الجايه ان شاء الله برضه مسائل Examples of Chapter Number 1 اللي هو فيزيكال كوانتس and Vectors.